بداية عايز أطمن كل جمهور النادي الأهلي إن بعثة فريق النادي الأهلي الأول برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وصلت مطار كوماسي بسلامة الله استعدادا لخوض مباراة مديامة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وهم دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دي رايحين التدريب. الساعات الأخيرة كانت مليانة بالأحداث والكواليس من بداية تحرك بعثة النادي الأهلي من القاهرة متجهين إلى غانا. الطيارة في الأول اتأخرت عن موعدها في بداية الرحلة حوالي ساعتين. تحركت متأخر من القاهرة ساعتين تقريبا. لكن كمان بعد الوصول لغانا كان في أحداث كتير وكواليس مختلفة. وأصدر دي صور هي معانا وهم رايحين التدريب. دي الصور دي دلوقتي حالا وهم في التدريب اوريدي يعني. متجهين للتدريب. وأصدر النادي الأهلي بقى النادي من اللي حصل من امبارح بقى بيان امبارح بالليل أوضح فيه التفاصيل وكل التعرضات اللي تعرضت إليها الطائرة اللي تقل لبعثة فريق النادي الأهلي إلى كوماسي للقاء مدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة حيث هبطت الطائرة بمطار أكرا للتزويد بالوقود. وأثناء قيام المعدة الخاصة أو المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع اصطدمت المعدة نفسها بمقدمة الطائرة مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي. وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي الأهلي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة حتى تمكن فريق النادي الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء. وفور تحرك البعثة ومجلس إدارة النادي الأهلي وتعامل مع الموقف بسرعة وحجزوا للفريق للإقامة في فندق قريب من مطار في أكرا. واطمن دكتور مهند مجدي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فور الوصول إلى الفندق. وحرص السفير أيمن الدسوق يوسف سفير مصر في دولة غانا على التواجد في مطار أكرا لتسهيل مهمة خروج بعثة الفريق من المطار والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت. بعد الظروف الطارئة التي تعرض لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران ورافق السفير المصري بعثة الأهلي من مطار أكرا إلى فندق الإقامة المؤقت للإطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة. والنهاردة الصبح توجهت البعثة من أكرا إلى كوماسي ووصلت زي ما بدأت مع حضراتكم الحلقة وبدأت كلامي والفريق هيستعد لمواجهة مدياما الغاني اللي حتى الآن مفيش أي تعديل على موعدهم رغم الظروف الطارئة اللي عطلت بعثة الأهلي. كل ده كنا بنتكلم فيه الكواليس الخاصة بالسفر والوصول بالسلامة إلى كوماسي. لكن زي ما حضراتكم شايفين هو ده الوصول لكوماسي. لكن كمان عاوز أتكلم في الجوانب الفنية. يمكن الأهلي لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات ولكن عامل 3 تعادلات وانتصار وحيد. ونشوف مع بعض كده يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا هو البعثة ووصول البعثة. طبعا إرهاق شديد جدا واضح على كل لاعبي فريق النادي الأهلي وجهازه الفني. رحلة طويلة قوي طويلة قوي وطولت أكتر من اللي كانت المفروض تبقى فيه. وطبعا ده إجهاد كبير. نتمنى أنه ما يأثرش على الأداء الفني للفرقة ولو أنه ده صعب يعني. لكن نتمنى يبقى فيه عمليات استشفاء وريكفري والتمرين النهاردة. طبعا أكيد بيبقى تراي ماتش ما بيبقاش فيه تمرين قوي يعني. هو هيبقى استشفاء أغلب التمرين هيبقى استشفاء ريكفري للفرقة عشان يقدروا يعملوا ماتش بكرة كويس. المباراة صعوبتها مش في المباراة نفسها. صعوبتها في الأحداث اللي احنا شفناها على مدار من امبارح للنهاردة دي. وكمان مش الصعوبة الفنية بس. الأجواء اللي احنا رايحينها لمدة أقل من 24 ساعة. الأجواء سواء المناخ بتاع الدولة نفسها أو ملعب المباراة اللي احنا هنشوفه لأول مرة دلوقتي في التمرين. كل دي أجواء ما كانش المفروض تحصل يعني.